أنا جيت على الدنمارك في 2014، حصلت على إقامة إنسانية 7/2. بعد بالشهر العاشر 2020 بتفاجأ إنه الهجرة الدنماركية بتبعت لي رسالة إنه دمشق آمنة وأنت ومرتك وولادك لازم ترجعوا عليها. بس لو قطعتك هون، 2014 حضرتك أخذت إقامة إنسانية وعائلتك كانت معك بهذا؟ لا، عائلتي اجت لم شمل بعد تقريبا سنه وشهرين. تفضل كمل. اجت لم شمل. بقى انا ما لي فهمان استاذ شلون معتبرين دمشق امنه، مع انه السبب الرئيسي لهاللي تهجرنا منه نحن واغلب السوريين واللي انقتلوا ملايين هو بشار الاسد المجرم، لساته على راس الحكم. باي حق بيعتبروها امنه ولسه السبب الرئيسي موجود فيها؟ يعني استاذ محمد، يعني مثل ما عرفت انا من حضرتك يعني تحت الهواء انه حضرتك اصلا معتقل سابق. انا بال 2013 استاذ اعتقلني النظام تعسفي طبعا من مكان عملي، ورحت على الجويه بالمسجد، والكل بيعرف شو يعني فرع الجويه بالمسجد، يعني ما في داعي للشرح. قد ايه ظلت فتره الاعتقال؟ تميت 60 يوم، بس طبعاً 60 يوم تعادل بالنسبة إلي 60 سنة. يعني الحمد لله على السلامة، نحن منقولكم إن شاء الله عقبال ما نقولكم الحمد لله على السلامة بعد ما الأمور تمشي بالدنمارك. أستاذة ميرفت، يعني حضرتك إجيتي مع أولادك، هلأ رح تعرفينا كمان على أولادك أكيد، لم شمل بال2015 تقريباً أو 2016، وبال2020 تم التواصل معكم إنه دمشق آمنة. شو كان التواصل؟ شو قالوا لكم؟ وقفنا لكم أوراقكم؟ هل في إعادة تقييم؟ شو قالوا؟ هلأ بصراحة نحن وأنا وصلت أنا وأطفالي تقريبا بشهر 11/2015 على الدنمارك. بس أنا أثناء قدومي للدنمارك إجيت مع منظمة الأمم المتحدة، فبالحدود تم إيقافي والتحقيق معي لساعات. يعني أنا كان معي طفلين، هادي كان 7 سنين وعمر عمره 4 سنين. تقريبا 3-4 ساعات ضلوا ولادي برا وأنا جوا بالتحقيق، سألوني عنه وينه شو عم يعمل بأي بلد. طبعا أنا كان معي وراء موعد سفارة للسفارة الدنماركية ببيروت، وهي الوراء هي الوحيدة اللي أنقذتني بهداك الموقف. يعني لو ما هاي الوراء أنا ما بطلع من هنيك. عرفتي؟ فمشان هيك لما تلقينا الخبر إنه نحن لازم نرجع على سوريا، نحن صرنا تقريبا 2 سنين بحالة رعب، يعني حياتنا انقلبت قلب. أول شيء أولادي هلأ هادي 15 سنة وعمر 12 سنة، أول شيء أولاد صبيان معرضين أنهم يروحوا على العسكرية، أنت بتعرفي بسوريا بتم السحب بعمر 18. هي شغلة. وشغلة تانية، أنا كنت موظفة سابقة بسوريا وأنا ماني أخذ إجازة لما غادرت. والسبب الأهم والرئيسي وضع زوجي تم اعتقاله بال2013، وما كنت بعرف رح يطلع ما رح يطلع، ما كنا بنعرف. لما محمد طلع من الاعتقال أول شيء فكر فيه شلون بدي غادر سوريا، يعني تقريباً ضل 7 شهور بحالة ضغط نفسي الله بيعلم، لحتى بعدين لقى طريقة غير شرعية لقدر يغادر فيها سوريا. بس كل هاي الأسباب ذكرناها بالمقابلة اللي هي أجت بعد تقريباً سنة وشهر، وما أخذوا بالأسباب. يعني هن بعد 9 شهور من المقابلة، تخيلي نحن بشهر العاشر هذا اللي مرق بنتلقى رسالة إنه نحن أسقطنا سبب لجوءكم كلاجئين حرب. لكن شو يعني شو هيعتبروكم؟ لكن قيمونا إنسانيا، ونحن لهذا السبب يعني وكلنا محامي، والمحامي مشي بالقضية نقض، لأنه نحن يعني نحن لاجئين حرب، نحن مو لاجئين لا رفاهية ولا جايين سياحة لهون. يعني الله بيعلم شلون وصلنا. عرفتي؟ أكيد. يعني وإنتوا هلأ تقريبا لكم 7 سنين أي 7 سنين بالدنمارك، يعني أكيد تعلمتوا لغة، أكيد إذا بدنا نقول في خطوات اندماج على الأقل لأولادك. يعني هلأ بصراحة أولادي حتى كتابة، لا كتابة ولا قراءة عربي بيعرفوا، يعني حتى بيتجنبوا دنماركي قولا واحدا. يعني أنا ابني الكبير بيقول لي ماما مستحيل، يعني ما في حتى التواصل، إذا مثلا بيدقوا تليفون لجدهم أو ستهم حتى الكلام بيكون صعب. عرفتي؟ فهذا السبب كتير سيء بالنسبة لهم، يعني حتى نحن حالته النفسية كانت كتير سيئة بهدون السنتين. يعني أول ما تنفتح موضوع الإقامات أو الترحيل، والشيء المفرح المبكي، يعني الشيء اللي ما فيك تتوقعيه، إنه بآخر المقابلة بيجيبوا لنا 3 ملفات بيفصلوا قضية زوجي، لأنه هو اللي إجا أول شيء على الدنمارك،
بقضية بملف واحد، وأنا وابني الصغير عمره 11 سنة كان عمره وقت المقابلة بملف، وابني اللي عمره 15 بملف تاني. بتقلي المحققة أنه هو قريب على سن الجيش، فنحن فصلنا قضيته. يعني أنت تخيلي، نحن جايين من شان يلتم شمل العائلة، فهنا عم يفرقوا العائلات بهذا الحكي. يعني والعذر، يعني شو قالكم المحامي؟ أنه تصنيف دمشق آمنة، تمام. 12 مصدر قالوا أنه 11 منهم قال أنه دمشق غير آمنة، ومصدر واحد قال أنه دمشق آمنة. وأخذوا بهذا المصدر فقط، أخذوا بهذا المصدر وقلبوا حياتنا رأسا على عقب. يعني ما بتتخيلي موقفنا هون. نحن تقريبا بفترة الاعتصام بكوبنهاجن، نحن 45 يوم يوميا بالاعتصام، عرفتي؟ يعني انقلبت حياتنا بصراحة. ما فيك تستمري بهي الطريقة، أكيد ما أو يعني أكيد الواحد بده يستقر وبده يعيش. يعني هو اعتبر حاله أنه استقر. إذا بدك أستاذ محمد، يعني كانت الأستاذة ميرفت عم تقول أنه لغوا تصنيفكم كلاجئي حرب وعملوا تصنيفكم لاجئين إنسانيين، يعني وأنتوا وكلتوا محامي. ما بعرف إذا قالكم محامي شو الفرق بين يعني الفئتين، إن صح التعبير، لاجئي حرب ولاجئين إنسانيين. يعني هي بشكل عام لاجئ الحرب مبين، لاجئ حرب أنا هربان من بلد فيها حرب، فيها ديكتاتور، فيها نظام قاتل مجرم هجر وقتل ملايين السوريين. بأي أساس تعتبروه إنه بلد آمن؟ أنا حتى يعني ترجعونا ماني عارفان، يعني ما يعني في تناقض كبير. طيب على أي أساس بترجعي واحد مطلوب للدولة ومعتقل بسجون الأسد الظالم المجرم؟ على أي أساس تطلبي منه يرجع؟ يعني أنت كأنه عم تقولي لي روح موت، يعني روح أنت على الموت، لأنه أنا من الحدود ما بدي أعتقل أنا ومرتي وولادي. بعيد الشر. طب يعني بكلمة أخيرة أستاذة ميرفت وأستاذ محمد سوا، يعني كل واحد بالدور، في حال يعني اعتبروني أنا ما بعرف اللي عم أعمل تحقيق معكم، يعني بحال تم عودتكم إلى سوريا، شو المخاطر اللي ممكن تعرضوا لها؟ ما في القتل قولاً واحداً، الاعتقال قولاً واحداً، يعني أول شيء الاعتقال وبعدين القتل. أنت بتعرف يعني اللي بيفوت ما بيطلع، يعني واضحة. يعني أنا قلت لك أنه كنت معتقل وبعرف شو هي المعتقلات. يعني تم تعذيبك بالمعتقل؟ أنا آسفة على هذا السؤال اللي ممكن يرجع لك ذكريات أكيد سيئة، يعني بعتذر. لا أكيد، أنا قلت لك أنا يعني ثلاث أرباع عمري هلا، يعني كل شيء مضى كوم واعتقالي كوم. يعني إن شاء الله ما بقى تشوفوا شر، يعني ولا ما عاد أعرف شو بدي أحكي. يعني إن شاء الله لا نحن ولا أي حدا من السوريين. يعني يا رب، يعني إحنا بنتأمل. يعني ميرفت ومحمد وأولادكم أسماءهم بعد إذنك، كنا بنتمنى نشوفه معكم بالمقابلة. بصراحة هن بالمدرسة، هادي عبد الغني 15 سنة عمره، وعمر عبد الغني 12 سنة. يعني كنا بنتمنى انه كمان يكونوا موجودين لحتى يحكوا لنا هن شو شعورهم، يعني على الأقل الشعور النفسي، وهذا مهم للأطفال. يعني 12 سنة طفل، 15 سنة طفل. نتمنى انه السلطات الدنماركية تأخذ هذه ما أخذوا ما أخذوا بعين ما أخذوا بهذا العين الاعتبار يعني صراحة. بعدين أنا عدم مؤاخذة، أنا مريض، يعني أنا بوقت المقابلين انا كان عندي كتله بالظهر، وكل 4-5 أشهر لازم اعمل لي عمليه. يعني وقت المقابله انا كان صار لي يومين ثلاثه مساوي العمليه، وامتدت لاكثر من 7 ساعات. يعني حتى هيك يعني بالزور يعني ما رأفوا بحالك حتى انه في وضع ما رأفوا ابدا. لا يعني انه ما لهم علاقه انه انت لازم تروح على المقابله بغض النظر. واللي أسوأ من هيك بيقولوا لك بقلب المقابلة إنه سوريا آمنة وفي عندك بطاقة ذكية، فيك تحصل على غاز، على كهرباء، على مي، على أي شيء بدك إياه. طبعا هذا الحكي عاري عن الصحة، لأنه كلياتنا بنعرف وضع سوريا شلون وشلون تصنيفها عالميا. يعني بسوء أحوال اقتصادية، عدم أمان. وين الأمان اللي أنتوا عم تقولوا إنه هي آمنة؟ هي ما أنا آمنة. في أحد التعليقات على الحلقة عم يقول إنه ممكن تكونوا أو حدا منكم رجع لسوريا بهذه الفترة وانحرمت. يعني أبدا أبدا. أنا ستي الكريمة، أنا والدي أصيب بالسرطان، وأنا إقامتي لم شمل، فكان كان فيني أرجع مثلا على الأقل شوف أبي. يعني تخيلي أنت الموقف، ما كان فيني أرجع، لأنه أنا لما بتذكر شو صار معي على الحدود أثناء مغادرتي، وأني أنا كنت يعني معي وراء تثبت موعد سفارة وهي، ومع هيك ما رأفوا بحالي ومع هيك ما رجعت. بس هلأ أنا بقول لك في عالم نزلت، بس مستحيل واحد مثل وضعي أو وضع محمد ينزل على سوريا، مستحيل ولا فكر بالموضوع.